وقفت في المرة الماضية عند حادثة طريفة وقعت لأبي الحر علي بن الحسين، وهذا الرجل من الفضلاء الفقهاء الأثرياء أيضا، أبو الحر علي بن الحسين بن مالك بن الخشخاش. الخشخاش هذا صحابي، وابنه مالك قيل إنه صحابي وقيل تابعي، والحسين أيضا من التابعين، وعلي ابن الحسين من علماء المسلمين وفضلائهم. كان موسرا، وتأتيه غلته، يأتيه في موسم الحصاد تأتيه غلته في النهاية نقرة واحدة ذهبا، يؤتى بالمال في النهاية مجموعة مسكوكات ذهب، يقسمها نصفين، المبلغ يقسمه إلى قسمين، النصف للفقراء والنصف الثاني يقسمه لقسمين، قسم واحد له وقسم آخر لمن يمر عليه من إخوانه، إذن يأخذ الربع. يعني لو افترضنا أنه يصل المبلغ 10,000، 5,000 للفقراء، ويأخذ 2,500 الألف لنفسه، والباقي أيضا لمن يمر به من إخوانه للمساعدة وللهبات وللمحتاج. لزمه شاب من المسلمين وكان صاحب أمره، كان معه شاب هو الذي يقوم بحاجياته والذي يتولى حوائجه، فأتته غلته مرة وأعطى فقراء المسلمين النصف كالعادة. هذا شيء جميل، يعني طبعا ليس كل إنسان يستطيع ذلك. صحيح أن الإنسان الثري هو الذي يستطيع أن يعطي، لكن أحيانا ليس بالضرورة أن يكون الإنسان ثريا حتى يعطي، هناك من يعطي باستمرار.